مشاهدينا، مثل ما ذكرنا بالمقدمة، السيارة أكثر من رائعة عم نشوفها اليوم ولأول مرة بالسوق اللبناني. كنا ناطرينها على كل حال، كان توني عبده ناطرنا قايل عنا من وقت سابق إنه السيارة وصلت على لبنان. هاي توني. هاي جورج. يعني السي إكس 3 فعلا بتجمع كل شيء، سيارة لـ SUV عالية عن الأرض، سيم تايم بارت تايم فور ويل درايف، مواصفاتها كثير حلوة. خبرنا أول شيء كيف لقيت إقبال، كيف استقبلها السوق اللبناني اليوم لهالمولود الجديد من مازدا؟ جورج، هذه السيارة بلش ينحكى فيها وبلش نعرف عنها قبل ما توصل على لبنان، يعني من عبر الويب سايت وعبر العالم اللي عايشين برا صار في عليها كثير أسئلة قبل ما توصل، وصار في عليها حجوزات كتير كبيره. يعني مثل العاده صارت مازدا عليها دائما ويتنج ليست وعليها اقبال مش طبيعي. نحن بندعي كل عم يحضرونا اليوم يستفيدوا من ال يعني فيها نطره اذا اي اللانشينج برايس اللي عم نطلعه. اكيد فيها نطره، اي اكيد ما كتير شهر، لانه نحن دائما عم نكون عم نسبق شهر من وراء الحجوزات اللي عنا. وبهالمناسبه بس بدي اعيد انا كل اللبنانيه وكل زبوناتنا بمناسبه الاعياد، ونتمنى لهم سنه خير تكون عليهم ان شاء الله. توني رح نضوي على السيارة بالتفاصيلها ونستعرض بداية عم نشوف هالشكل الخارجي الحلو كتير للمازدا CX-3، يعني اخده طابع الجديد ل يعني اللوك الجديد لسيارة المازدا، عم نشوفه بالمازدا 2 وبالسيارات الجديدة ايضا كلها. كيف اليوم بتوصف توني كمدير مبيعات هالشكل الخارجي الحلو كتير الاتراكتيف للسي اكس 3؟ دائما عندنا المازدا بالكود اوف ديزاين عم تعمله، هلا صار في عندنا الفاميلي اللي هي سي اكس فاميلي اللي هي كلها الفور ويل من الصغير للكبير، CX3 CX5 CX9، وعندنا السيارات اللي هو ديك الصغار اللي هن السيدان او هاتشباك عم يكونوا موجودين. صارت الفاميلي مازدا مكتمله. دائما الكود اوف ديزاين طايغ عليها، ببلش من قدام بواجهه كتير اجريسيف سبور بتشدك لتسوقها، بنفس الوقت البادي اللي هو الكابين ستريتش لورا وبوز طويل لحتى يعطيها الشكل السبور حتى لو سياره 4x4. حتى عم نشوف على الجوانب المردات اللي جايه باللون البلاك المات كمان لكرمال الوحل وكل شيء ممكن يطير على طوارف السياره، بيحمي ساعتها الابواب بطريقه حلوه، بيعطوها كمان شكل طبيعي. رياضي حلو كثير. حتى عم نشوفها فوق الدوليب هول دائما هالفاندرز هول عم ينعملوا هودي مثل ما عم تقول جورج لحمايه اكثر، وبنفس الوقت عم يعطوها لوك شوي اجريسيف. هذا البولد روكر بانر اللي عم بيكون من تحت عم بيكون مات مثل ما عم تقول جورج، عم يعطيها كمان هالشكل الضخام. حتى شكل الاشارات حلو كثير، عم بيكون اتراكتيف على المرايات، تغير عن الطراز اللي قبله، وفرونت فيو كمان حلوه مع اكيد كمان مميزه جورج. يعني عطونا كمان غير لوك عن السابقين، الجريل دائما عم بيكون بيميز المازدا واللوجو اللي عم بيكون كبير لحتى يحسس الزبون فيها اللي عم يسوق انه هو براود عم يسوق مازدا. لا بتاخذ علامات كثير عاليه من حيث الشكل طبيعي. وانا كثير بلشنا بلشنا خلص رح ننتقل هلا نشوف الداخل ل The all new Mazda CX-3. توني، مثل ما تعودنا على داخل المازدا عم يكون كمان بالسي اكس 3 كتير لوكس، عنا هالتحكم الكبير من وراء الكنترول بانل اللي بوجهنا، نافيجيشن كوميونيكيشن ميوزك كل شيء متحكم فيها عبر جويستيك اللي تعودنا عليها كمان الى جانب السائق بمازدا. كمان كاميرا بهاي ديفينيشن من حيث الكواليتي والريزولوشن تبعها، وايد انجل عم تكون وايد انجل. خبرنا بعد شو في قصص هيك بتميز هالسي اكس 3 الجديده اللي عم نشوفها لاول مره اليوم بالسوق اللبناني؟ هيدي المازدا 3 اللي عم نكون هلا لانش تقريبا عم تكون بلبنان اول مره، وعم تلاقي كتير نجاح لان السياره فور ويل ميني اس يو في مطلوبه كتير كسيجمون بالسوق، واكيد رح تكون ضاربه. عم بيكون فيها من جوا نفس الشكل تبع المازدا دائما، الانسترومنت بانل تي شيب مع اللي عم بيكون ال 3 سبوك ستيرنج لحتى يعطيها الطابع الرياضي. عمليه اكيد في عندها شاشه عم تكون بعلى نقطه بالطابلو لنركز على القياده، عم بيكون في عندها كوماند لنتحكم بالشاشه، وعندنا فويس كوماند كمان نتحكم بالشاشه مثل كل المازدا لحتى يكون الشخص اللي عم بيسوق سيف، مع انه البادي عم بيكون فيها كمان اسكا اكتيف شاسي اللي هي عم بتكون كثير مهمه لحتى تكون عم تحمي. بدي شدد انه فيها هي اي ستوب كمان لحتى تكون بعد سات مثل المازدا 6. هي شغله كثير كمان شغله حلوه انها الجرد المحطوط اليوم على التابلو بسماكه كمان أكيد. حلوه يعني وستيتشينج اعطيها كمان هيبه اكثر من الداخل. توني هلا شو انا احكي عن المحرك، حاب اعرف انا عن المحرك عن سيستم الفور ويل درايف تبعها كلهم، يلا بنحكي عنه. عم نرجع نستعرض هالناحية الخلفية للسيارة للسي اكس 3 الجديدة، فعلا ميني كروسوفر اس يو في حلوة كتير وكتير مناسبة لطرقات لبنان
ولا لبنان بشكل عام توني، لانه اول شيء ما لنا كثير مرتفع على الارض، نفس الوقت عاليه اكيد بباور كمان رح تخبرنا عنها هلا، ممتازه جدا. هيدي موجهه للشباب ليونج جينيريشن، لانه عم نشوفها اميني اس يو في فور ويل درايف صغيره بصفوها من مكان، مصروف بنزين خفيف، عم نحكي عم نحكي بفور سيلندر 2 لتر انجن 150 هورس باور. فيري نايس جورج، توفير بالبنزين مش طبيعي لانه سكاي اكتيف عم تكون، واهم شيء الثبات على الطريق، الحمايه الموجوده فيها، الفانتو درايف اللي عم يكون موجود، هيدي كثير مهمه. بس تكون بحاجه لفور ويل بارت تايم، فور ويل بيركب بفكرة لوحده اكيد. نحن بنتا كل عم يحضرونا يتوجهوا على صاله العرض ويحجزوا السياره، لانه عليها طلب كثير مهم وما يفوتوا الفرصه عليهم. يعني باكج حلو، ان كان كمحرك نشيط، ان كان كشكل حلو وداخل كمان مميز جدا بهالسي اكس 3. هلا بدنا نشوف الديل، نحكي شوي اكثر عن السي اكس 3 والديل الموجود عليها اليوم، اللونشنج برايس تبع السياره. دائما بي ام بي وبي اوتو فوكس نترك السعر للزبون يروح على شوروم يستفسر اكثر عن السياره، يشوفها قدامه ويطلع فيها يعمل تيست درايف ويسال عن حقها. توني السياره جديده، بعدنا فايده كمان تحت ال 1%؟ مزبوط جورج، الفايده عم تكون دائما تحت ال 1% ومكفيين فيها، لانه هيدي صارت ثابته بالمازدا، عم تفيد زبونتنا كثير. السعر ما بيعنينه لزبونتنا، زبونتنا ما عم يسالوا كثير عن السعر، ما عم بيشددوا على السعر، مشان هيك عم نشدد على الفايده، عم توطي سعر السياره بطريقه انديركت. نفس الوقت عم بيكون في عليها انشورنس دوليوكس انشورنس، كونها سياره ممكن نقدر نجيب عليها زيرو فرانشيز حتى مع الاسيورانس، فينا نشتغل على كثير اشياء لنطمن بالزبون. وارنتي ان ليميتد مايلج جابانيز كار 100%، يعني هيدي الشغلات اهم مميزات الزبونات يسالوا عنها. واكيد بنذكر الباكج بيكون بيشمل بمازدا تسجيل والتفقاء وكل شيء، خلص مخلص بيجي السعر نهائيا. ثانك يو توني على كل هالانفوز، بشكر كل اللي تابعونا بحلقه اليوم وتابعوا اكيد سياره المازدا سي اكس 3 الجديده، تابعونا بحلقه جديده هالاسبوع مع اي ام بي ويك. الى اللقاء.